أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أعيش معكم أحبة القراء، أتناول بعض التعليقات التي تأتيني على صفحتي على يوتيوب وفيسبوك أيضا حول الفيديو الأخير الذي نشرناه حول معجزة سورة مريم أو شفرة سورة مريم. كثير من التعليقات جاءتني أو التساؤلات، ما الفائدة من الإعجاز العددي؟ وبعض التعليقات تقول إن هذا العلم لا يعني لا فائدة منه، وهو يشغل الناس عن ذكر الله وعن القرآن، وأن هذا ما يسمى بالإعجاز العددي لم يتحدث به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتحدث به الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، إنما هو ظهر عند الدكتور رشاد خليفة الذي نادى بالرقم 19، وهذا الرقم يقدسه أو تقدسه يعني طائفة من طوائف المسلمين أو غير المسلمين، فلذلك يعني يعتبر أو تعتبر دراسة الإعجاز العددي خطرا على المؤمن، ينبغي أن نبتعد عنها. الحقيقة هذه وجهة نظر تحترم ولكن غير صحيحة للأسف، لأن الله تبارك وتعالى كما أحكم كل شيء في هذا الكون أحكم كتابه بحروف محددة وكلمات محددة. طبعا من الأشياء التي أيضا جاءتني من التساؤلات إن عدد آيات القرآن مختلف عليه، وهذه الكلمة سيئة جدا أيها الأحبة أن نقول مختلف عليه، مع العلم أننا نجدها في بعض الكتب. عدد آيات القرآن هو موضوع، ليس موضوع اختلاف بين الفقهاء، لأن الذي وضع آيات القرآن هو الله وليس علماء القرآن، ليس البشر من اقترحوا أن يكون عدد آيات القرآن كذا أو كذا، أو أن يكون ترتيب السور كذا أو كذا. هذا الكلام لا يصح أن يقال بحق كتاب الله رب الكون. إذا كان الله يتصرف بكل ورقة تسقط وكل ذرة في هذا الكون يتحكم بها الله سبحانه وتعالى مباشرة، كل ذرة هي في ملكوت الله وفي كتاب عند الله، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال أيضا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين واضح. أحبتي في الله، إذا كانت كل ذرة من ذرات الكون حتى لو كانت في أعماق الأرض مكتوب مصيرها ومستقرها ومنتهاها ومتى خلقت وتفاصيل كل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، إذا كانت كل ورقة تسقط الله يعلمها ولها مسار محدد وهي في كتاب مبين، طيب ماذا عن كتاب الله القرآن؟ هل يتركه ليعبث به البشر
ليختلفوا في عدد آياته مثلا؟ لا يا أحبتي، القرآن الموجود بين أيدينا حاليا له عدة روايات وعدة قراءات، كل رواية من هذه الروايات لها عدد آيات محدد. مثلا أنا المصحف الذي بين يدي الآن، هذا المصحف برواية حفص عن عاصم، رواية حفص قراءة عاصم، هذه الرواية لها عدد آيات محدد 6236. كل مصاحف الدنيا برواية حفص عن عاصم، مصحف المدينة المنورة، كلها لها نفس الرقم، ليس فيه اختلاف. إذن ليس هناك اختلاف في عدد الآيات، يعني ليس لدينا مثلا عالم في بلد إسلامي يقول إن رواية حفص عن عاصم عدد آياتها 6235، لا يوجد. هناك رواية ورش لها عدد آيات محدد، ابن كثير المكي، نافع المدني، الكسائي، حمزة، كذا كذا، هؤلاء القراء جميعا كل واحد نجد أن هناك عدد آيات لهذه القراءة، هذا العدد فيه إعجاز. إذا هو ليس اختلاف، إنما هو تعدد. القراءات القرآنية لا تختلف عن بعضها أبدا، لا يوجد تناقض بين قراءات القرآن. يعني مثلا في سورة الفاتحة نحن نقول في رواية حفص مالك يوم الدين، في رواية ورش ملك يوم الدين، الرسم واحد، عدد الحروف واحد، هنا كتبت ميم لام كاف ملك، وهنا كتبت ملك أيضا، ولكن تقرأ مالك. يعني هذا من عظمة القرآن وتنوع إعجازه. إذن كلمة مالك هنا وكلمة ملك هنا لها نفس الرسم. عدد آيات سورة الفاتحة في رواية ورش 7 آيات، مع العلم أن البسملة ليست آية. في رواية حفص عدد آيات سورة الفاتحة أيضا 7، ولكن البسملة آية. يعني في رواية حفص بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 7. برواية ورش البسملة لا تعد آية، العد يبدأ من الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 7. إذن الآية الأخيرة في رواية حفص أصبحت آية. طبعا أنا قرأت برواية حفص، لأن كل رواية لها بعض الإيمالات وبعض يعني الحركات الإعرابية تختلف، ولكن يبقى المعنى ثابت، بل كل قراءة تضيف معنى جديدا ليس متناقضا أيها الأحبة. إذن كما أن هناك تعدد في القراءات وتعدد في أحكام التجويد وأحكام القراءة والترتيل، كذلك هناك تعدد في مناهج الإعجاز العددي ومناهج العد، وبالتالي كل قراءة فيها إعجاز عددي خاص بها. إذن من الخطأ أن نقول هناك اختلاف في الروايات، ينبغي الكلام الصحيح ينبغي أن نقول هناك تعدد في الروايات، تعدد. ثم إن كلمة اختلاف لا تليق بالقرآن، لأن الله تعالى يقول عن القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الاختلاف لا يجوز في حق
كتاب الله تبارك وتعالى. الآن أيها الأحبة، إذن تعدد القراءات ليس مشكلة، كل قراءة فيها إعجاز. دعونا الآن ضمن قراءة حفص عن عاصم، هذه القراءة لها عدد سور محدد، عدد آيات محدد ليس هناك اختلاف، وعدد حروف محدد محسوب بدقة، يعني عدد حروف القرآن الذي أمسكه الآن بيدي حسب الرسم الأول من دون الهمزة يعني، ومن دون الألف الخنجرية والأشياء التي أضيفت لاحقا لسهولة القراءة، الحروف المرسومة التي رسمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عددها 322,604، هذا رقم ثابت في كل مصاحف الدنيا، يعني لو جئنا بالمصاحف من كل دول العالم الآن لا نجد اختلافا ولا في حرف واحد، لا يمكن أن نجد. وإذا حدث أي مصحف فيه حرف واحدة، تصور انظروا إلى دقة يعني علمائنا حفظهم الله، لو وجد مصحف فيه حرف واحد ناقص يحرق أو يلغى أو يصحح، لذلك يعني دقة متناهية. بالنسبة لهذه الأرقام أيها الأحبة، يعني أنا مثلا عندما أتأمل هذا القرآن أقرأ سورة الفاتحة أجدها 7 آيات، هذا الرقم 7، والله تعالى يقول ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، أحد تفاسير 7 المثاني هي الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم. فعندما نجد أن سورة الفاتحة 7 آيات وهي 7 المثاني وعدد حروفها الهجائية 21 حرفا، 7 في 3، وهناك 7 أحرف لم تستخدم من اللغة، الفاتحة هناك 7 أحرف من اللغة لم تستخدم فيها، فهذا يدعوني لأن أعتقد أن هناك نظاما ما، هناك نظام لهذه الحروف، يعني كلمة الرحمن التي وضعت في الفاتحة الرحمن الرحيم لها موضع محدد، كلمة الرحمن في سورة الرحمن لها موضع، يعني ليست عبثا، يعني هناك نظام أيها الأحبة. ماذا نقصد بالشفرة الرقمية؟ نقصد أن الله تبارك وتعالى وضع في القرآن العظيم عددا محددا من الحروف والكلمات والآيات والسور، بحيث إذا قمنا بدراستها نجد أن هناك نظام رقمي ثابت في هذا القرآن، لو أن هذا القرآن حرف وأضيف عليه أو أخذ منه أو نقص أو زاد أو كذا، هذا النظام سوف يختل. بما أننا الآن في القرن 21 والقرآن نزل في القرن 7 الميلادي، فمعنى ذلك أن هذا النظام موجود منذ 14 قرنا، وهو دليل على أن القرآن كلام الله. ما الذي يضر أحبتي في الله؟ يعني أنا العبد الفقير جلست مع القرآن أبحث في أرقام القرآن سنوات طويلة، يعني هل شغلني هذا عن ذكر الله مثلا؟ هل عطلني عن الصلاة؟ هل عطلني عن التدبر والتفكر في آياته؟ لا أبدا، بالعكس زاد تدبري للقرآن، زاد يقيني بهذا الكتاب العظيم. فما بالك ونحن الآن نعيش في وسط تسيطر عليه التكنولوجيا الرقمية، يعني أصبح موقع يوتيوب وفيسبوك وهذه المواقع تسيطر على عقول البشر، تضخ
ملايين المعلومات يوميا في أدمغة البشر وتملأ مساحات كبيرة من 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 خلايا الدماغ، من ذاكرة الدماغ التي أكرمك الله بها لتملأها بعلوم القرآن، لتملأها بكلام الله الذي ستقابله يوم القيامة. ماذا ستقول له عندما يسألك عن القرآن؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ كيف تدبرت؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل قلبك مقفل؟ ألا تتدبر هذا القرآن؟ والتدبر أيها الأحبة ليس من الضرورة أن يكون فقط لغويا، هناك تدبر في علم الفلك، في البحار، في آيات الله. ستسأل يوم القيامة، سيقال لك: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تفعلون؟ فها يعني هذه الأسئلة، يعني أنا أحب إلى قلبي أن ألقى الله، ودماغي هذا وقلبي مملوء بذكر الله، بكلام الله، لا أن أحشو هذا الدماغ وهذه الذاكرة بكلام فارغ، بأحداث اقتصادية وسياسية ومشاكل يومية وأمور اجتماعية، كلها صدقوني ستكون حسرة على صاحبها يوم القيامة. كل لحظة ستنفقها خارج ذكر الله ستكون حسرة عليك. ونحن عندما نقول أيها الأحبة الإعجاز العددي هو تدبر وتأمل وخشوع لهذه الآيات، يعني سأعطيكم مثالا. عندما أنا مثلا، أنا شخصيا عندما أقرأ هذا القرآن وأجد فيه على سبيل المثال أن أكثر رقم يتكرر هو الرقم 1، وأجد أن أكثر كلمة فيه تكررت هي اسم الله تعالى 2699 مرة، هذا يجعلني أخشع والله أيها الأحبة. لا يوجد كتاب واحد في الكون الكلمة الأكثر تكرارا فيه هي اسم مؤلف الكتاب، لا يوجد. من المستحيل أن يأتي مؤلف، يعني هل يعقل مثلا أنا أن أكتب كتاب وأكرر اسمي في كل جمله وكل صفحاته؟ عبث، هذا لن يقرأه أحد، سيكون كتاب مضحك. لا يوجد كتاب اسم المؤلف هو الأكثر تكرارا إلا كتاب الله تبارك وتعالى، على الرغم من أن اسم الله يتكرر 2699 مرة، والله الإنسان لا يشعر بأي تكرار ولا يشعر بأي ملل. يعني أقصر سورة في القرآن قل هو الله أحد، جرب اقرأها 10,000 مرة لا تمل ولا تشعر بتكرار، بينما لو جئت بأفضل ما قاله الشعراء ببيت شعر واحد كرره 10 مرات تمل منه وتشعر أنك ضقت، يعني تضيق. لماذا؟ لأن لغة القرآن أيها الأحبة لغة يفهمها الدماغ، تفهمها خلايا قلبك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن الإعجاز العددي أيها الأحبة أولا يثبت حفظك وتدبرك للقرآن، يزيدك تدبرا، يزيدك خشوعا عندما تكتشف هذه العلاقات الرقمية المذهلة. الشيء الثاني يجعلك تتلهف لقراءة المزيد من القرآن. ما أنت، الله لم يطلب منك أن تسمع القرآن وكأنك تحفظه عن ظهر قلب كالببغاء، لم يطلب منك ذلك. لا توجد آية في القرآن الله يقول فيها أفلا يحفظون القرآن، أفلا يستمعون إلى القرآن.
أفلا ينظرون إلى القرآن؟ لا، أفلا يتدبرون. وكلمة التدبر تعني أن تتتبع الشيء، تقتفي أثره، تبحث عن كنوزه، تبحث عن عجائب القرآن، تقارن آيات القرآن ببعضها. قصة موسى تكررت كثيرا في القرآن، لو قرأت كل ما ورد عن موسى عليه السلام لا تجد ولا آية متناقضة. اذهب إلى الكتاب، إلى الإنجيل مثلا، لديهم 4 أناجيل. إذا أخذت قصة صلب المسيح التي يزعمونها، كل إنجيل يروي شيء مختلف ليس له علاقة بالآخر، شيء مختلف تماما. لذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا يدلك على أن ما يسمى بالكتاب المقدس الموجود حاليا فيه اختلافات كثيرة. أحد علماء اللاهوت أحصى أكثر من 500,000 اختلاف في مخطوطات الإنجيل فقط، العهد الجديد فقط، العهد الجديد الذي هو يعني صغير، حجمه صغير جدا مقارنة بالتوراة العهد القديم. أحصى بحدود 500,000 اختلاف، وقال أنا لم أدرس كل شيء، هذا ما استطعت أن أدرسه. لا توجد مخطوطة تطابق الأخرى. بينما عندما تلجأ إلى القرآن نحن نتحدى أن يخرجوا لنا اختلافا واحدا في كل روايات القرآن. لدينا 10 روايات وأكثر، يعني ربما 14. نتحدى أن يخرجوا لنا خطأ أو اختلافا في قصة من هذه القصص. يعني مثلا غرق فرعون، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نتحدى أن يبحثوا في مصاحف الدنيا وفي كل المخطوطات منذ النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يومنا هذا أن يجدوا تناقضا بين في هذه الآية فقط بين كل المخطوطات، أو يجدوا تناقضا في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أو اختلاف فقط. يعني مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، ليأتونا بمصحف يقول مثلا الله الحكيم الله العزيز بدلا من الله الصمد. لا يوجد على مستوى الحرف أيها الأحبة، دقيق القرآن، دقيق جدا. إذن أيها الأحبة، الإعجاز العددي أولا ليس منه أي ضرر بالنسبة لأي إنسان يحب أن يتعمق في هذا العلم. ما أنت بالنتيجة تقرأ القرآن، أنت يعني الإعجاز العددي ليس مجرد أن تعد حروف، وليس كتاب كلمات متقاطعة. أنت تجلس وتسهر مع هذا القرآن وتتأمل الآيات وتتدبر وتخشع، وعندما تعد هذه وتكتشف، يعني مثلا عندما تجد أن اسم عيسى واسم آدم وهما النبيين الوحيدين اللذين خلقا بمعجزة، سيدنا آدم جاء من غير أب ومن غير أم، سيدنا عيسى جاء من غير أب. عندما تجد أن هناك تماثلا في إعجاز الخلق، فكل نبي من هذين النبيين عليهما السلام تجد أنه ذكر في القرآن 25 مرة، نفس العدد تماثل. وتجد أن القرآن يقول لك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، والله إن الإنسان يخشع صراحة يعني. وعندما تجد أن يعني أن هناك معجزة كبيرة تحدثنا عنها، معجزة عيسى وآدم عليهما السلام، أن ترتيب الكلمات فيه إعجاز،
وعدد الكلمات وموضع اسم عيسى واسم آدم في كل سورة له إعجاز وترتيب محكم، الإنسان يخشع صراحة، بل يزداد إيمانا ويفرح، يفرح من قلبه أنه يرى هذا الإعجاز الإلهي، لأن الله تعالى يقول: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ينبغي عندما تكتشف أخي الحبيب معجزة رقمية أن تحمد الله تعالى، وقل الحمد لله سيريكم آياته، وهذه إحدى الآيات الرقمية في كلام الله تبارك وتعالى. إن شاء الله نستكمل في جزء ثاني الرد على الأسئلة المتعلقة بفوائد الإعجاز العددي وضوابط الإعجاز العددي ومستقبل هذا العلم الناشئ، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.